خارج منطقة الجزاء، الإعاقة كانت خارج المنطقة في رأي الحكم. كرة ثابتة تبدو واعدة من مكان خطير. الآن عنده فرصة حقيقية يقدر من خلالها يوسع الفارق في النتيجة. ليونيل ميسي، يا إلهي، روعة روعة روعة، أجمل هدف نشاهده اليوم، هدف ثمين بالتأكيد. حسن المتابعة، نلتقيكم في مباريات قادمة، ابقوا أوفياء.